لا. قبل 5 أيام تفوق الميلان تماما ونجح بإقصاء لاتسيو بالفوز عليه ب3 أهداف لهدف واحد ليواصل مشواره في مسابقة الكأس، لكن لقاء الأولمبيكو يقام بأجواء مختلفة تماما، فلاتسيو صاحب الملعب هذه المرة تمكن من استرداد حظوظه بالمنافسة وبات رابعا قبل الإنتر بعد فوزه على كييفو فيرونا بال3، واجتيازه حامل اللقب يعني اقترابه أكثر فأكثر من الصدارة. ورغم ذلك فقد أقر إيديريا مدرب لاتسيو بصعوبة المباراة أمام الفريق الأقرب للتتويج والذي خاض مواجهة سهلة أمام كالياري. الميلان هو الأفضل، ليس بنظري فقط بل بنظري أغلبية المراقبين، وهو الفريق الأصعب لتحقيق الفوز عليه. وأكد ريا الذي كان يتحدث في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة أنه مثل غيره ينتظر الساعات الأخيرة من السوق الشتوية للاعبين ليشاهد وضعية فريقه والفرق الأخرى، خاصة بعد رحيل مهاجم الفريق الفرنسي سيسي إلى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي. لم يكن سيسي سعيدا هنا ولم يتأقلم على طريقة لاعبين المغلقة تماما بالدفاع، بينما هو لاعب يحب المساحات. من جهته فإن ميلان الذي قلب خسارته إلى تعادل بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب الافتتاحية للدوري أمام لاتسيو يسعى إلى العودة بكامل النقاط 3، لأن وضعية المنافسة الشديدة مع يوفنتوس تفرض عليه ألا يفرط بأي نقطة. يشير واقع الحال إلى أن لقاء الأولمبيكو سيكون مختلفا عن لقاء الخميس الماضي في سان سيرو، حيث طابع صراع النقطة يختلف عن إقصائيات الكؤوس، فمن يصل لهدفه قبل الآخر، لاتسيو أم ميلان؟ خالد الغول، الجزيرة الرياضية، فورميلو روم.